اكيد الناس طبعا في النهايه في راحه نفسيه ليها، لكن الناس عاوزه تشعر، خلينا نكون صراحه بمصداقيه، بانها فعلا تطبق وتزاد كمان. انا شايفه طبعا القرارات يعني كويسه جدا وهتساعد طبعا كل الفئه العاملين، لان طبعا زياده المرتبات وزياده المعاشات هتساعد ناس كتير جدا الفتره ديت. طبعا حاجه ممتازه، ونتمنى كمان انها تبقى اكتر من كده يعني، لان طبعا حياه غاليه جدا، ويا ده حاجه كويسه محدش يقدر ينكر هذا. قرارات في منتهى الاهميه وفرحت الشعب كله، لانها هتفك شويه على الازمه اللي الناس عايشاها وهو حاسس بيها، والحمد لله ربنا يسهل بقى والايام الجايه تبقى كويسه. قرارات منظمه وقرارات جميله وقرارات في حق المواطن، قرارات جميله كويسه جدا طبعا، وده ربنا يبارك لنا في الرئيس، واحنا بنرشح الرئيس برضه لفتره رئاسه جديده ان شاء الله على خير يعني، وكل القرارات اللي بياخدها الرئيس دي في صالح المواطن. دي حاجه ممتازه جدا خالص، وقرارات جميله فوق ما تتخيل. طبعا قرارات جايه في وقتها وزي الفل، وبتعاصر الغلاء اللي احنا فيه وارتفاع الاسعار، حتى الامور تتمشى مع بعضها، وهو حاسس بالشعب وحاسس بالامور اللي هي بتدار في البلد النهارده من غلاء المعيشه. هو كويس، ممتاز ممتاز ممتاز، ان هو يبقى حد ادنى ماشي ممتاز بالنسبه لسه لشاب في مقتبل العمر، ف 4000 ممتازين بالنسبه له. قرارات جميله طبعا، لان الناس تعبانه، فالقرارات اللي عملها يعني هتساعد الناس على الغلاء اللي موجود. يعني عمل موازنه بين الاسعار وفروقات الاسعار اللي بتحصل، يبقى معادله. طبعا هي القرارات يعني اي حاجه لمصلحه الشعب حاجه كويسه، وربنا يصنع الحال، واي دعم او اي حاجه للشعب مفيده للشعب كله، احنا محتاجين اي حاجه يعني، ربنا يبارك فيه ويحفظه من كل شر. ما انا بقول سبحان الله، بشرة خير لعل وعسى تبقى مفرغه للبلد كلها بس، والشعب مصر ما يستاهلش الا كل خير اصلا. بصراحه يعني برضه الناس هتحس برضه يعني من معيشه شويه يعني، نبقى حلوه وكده، ومع الايام اللي جايه وكده وتبقى تمام يعني. يعني بصراحه يعني 100 100 يعني. والله القرارات كلها ممتازه جدا وبصالح الشعب، وهو كتر الف الف خيره، واحنا انا من اول الناس اللي مؤيدين ليه. يعني الرئيس يعني شايف الناس الغلابه دول ان بيعمل لهم حاجات زي كده عشان يساعدهم على الاسعار والمعيشه. القرارات الاخيره اللي اتخذها الرئيس في مصلحه الفرد الفقير او الفرد اللي هو دخله محدود، وبيساعد طبعا الاسره كلها على تحمل الظروف المعيشه الصعبه اللي احنا فيها. لا يا بصراحه جايه مناسبه جدا، وقت المناسب، لان الناس امس الحاجه للحاجات ديت، لان الدنيا غاليه زي ما كلنا عارفين، وده في العالم كله مش عندنا احنا بس، فهي جت في توقيت المناسب بتاعها. اه طبعا هي تساعد المواطن جدا، لان فعلا في اي زياده دلوقتي حتى لو 100 جنيه هي هتساعد المواطن. المواطن حتى البسيط هيبقى بالنسبه له قرارات هايله جدا، ويعني المواطن البسيط نفسه هيبقى مبسوط منها، لانها هتساعده كتير في ظل الاوضاع الحاليه. يعني هو قرارات كويسه جدا، وبالذات ان دلوقتي الدنيا غليت، والمواطن ما كانش يعني في حاجات كتيره مش عارف يجيبها، الحاجات بتغلى وغصب عن الناس بتشتكي، فان هو يشوف حاجه زي كده ويقرر ان هو يرفع الاجور ويزود المعاشات والكلام ده، دي قرارات كويسه، وتوضح يعني الناس ان هو بيبص لنا، بيبص للمواطنين، بيبص للشعب. هو حاسس بالشعب وحاسس بالغلاء، وطبعا زياده المعاشات اللي هو 600 جنيه ديت حاجه كبيره خالص، وزياده المرتبات والاعفاء الضريبي، يعني ست راس عامل حاجات كويسه يعني، وهي ظروف البلد كده لابد نتحمل ظروف بلدنا يعني.